السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الاستثنائي الجديد حيث يسعدنا بل يشرفنا ان ننطلق معكم في هذه التغطيه الاستثنائيه التي تاتيكم عبر الهواء مباشره عبر قنوات الريان الفضائيه من خلال مواكبتنا لهذا العرس التراثي الكبير الذي اجتذب كل عشاق التراث ومحبي رياضه سباقات الهجن العربية الأصيلة الحديث هنا عن مهرجان كبير مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه عرس تراثي بكل ما للكلمة من معنى مهرجان يأتي من ضمن أحد أكبر المهرجانات التي يحتضنها ميدان الشحانية البداية ستكون من يوم الغد بحول الله تعالى مع منافسات أشواط الإنتاج كل هذا وأكثر عن هذا المهرجان سيكون موضوعنا في هذه الليلة مع الحلقة الاستثنائية الأولى المواكبة لمهرجان سيدي الأمير الوارد بعد التحية بكم يسرني ويطيب لي أن أحيي زملائي الذين يتواصلون معي في هذا البرنامج برنامج الرئيس وفي مجلسنا الذي نتشرف بمتابعتكم له البداية من عند أخونا الكبير سهيل بن غراب الكتبي احد خبراء التحليل في عالم سباقات الهجن حياك الله يا ابو سلطان والحمد لله على السلامه. الله يسلمك ونحييك ونحيي المتابعين والمشاهدين والاخوان الحاضرين ونقول لهم اسعد الله مساءكم بكل خير في هذه الحلقه الاولى ان شاء الله ونشوفوا البرنامج الطيب ان شاء الله والنظام العدل. ان شاء الله ايضا التحيه موصوله باخونا المبتكر حمد بن علي بن جرحب المري محلل قنوات الريان الفضائيه فنحييك يا ابو علي ونمسي بالخير. الله يحييك محمد ونحيي الاخوان الموجودين بيننا ونحيي المشاهدين الكرام. ايضا التحيه موصوله بالاخ والاب سالم بن سعيد بن حضيرم الكتبي احد نجوم التحليل في مجال سباقات الهجن واحد ايضا الوجوه المخضرمه في مجال التعليق يا مرحبا بك ابو سعيد والحمد لله على السلامه. يا مرحبا يا ابو محمد ارحبك وارحب باخواني المحللين والمشاهدين الاعزاء اللي يتابعونا عبر قناه الريان نقول لهم مساء الخير وعساكم بخير ان شاء الله في هذا المهرجان الطيب مهرجان الامير الوالد حفظه الله ورعاه آمين. وان شاء الله نحن وياكم لين اخر يوم بس ابو محمد قال مرحبا والله <applause> باللب بالوالد نعم باللب يعني هو اخويا يمكن اصغر عني بسنة اخوي الكبير اخوي الكبير نعم نعم والحياه كلها طيبه من مواليد 83 بو سعيد عشان شوي لا 93 في <applause> الحزين <لا> <applause> ايضا التحيه موصوله بالمهندس حمد بن بطي الفلي احد الوجوه اللامعه في مجال التحليل على سباقات الهجن بما يمتلك من معلومات وارشيف كبير وخلفيه بتواصل مع هذه الرياضه العربيه الاصيله مهندس حمد يا مرحبا بك والحمد لله على السلامه الله بك على فضل ابو محمد ومسي عليك وعلى الاخوان بالخير وايضا على الساده المشاهدين يا مرحبا ايضا التحيه موصوله باحد نجوم التحليل ومحللنا القادم يمتاز بتعبير منفرد واسلوب راقي جدا الحديث عن سعيد بن عامر البرطماني الملقب بالذيب فنرحب فيك يا ذيب ونقول الحمد لله على السلامه الله يحييك ابو محمد يحييك وايضا حي اخواني المتواجدين وايضا تحيه مسائيه للي تابعونا عبر قناه الريان نتمنى لهم طيب المشاهده والاستمتاع عبر هذا المجلس المصاحب لمهرجان الامير الوالد واشكرك على المجامل والكلام الطيب لا تستاهل جزيلا ابو محمد تستاهل تستاهل ايضا نحيي احد ايضا النجوم في مجال التحليل بما يمتلك من خبره واسعه ويمكن اقول السهل الممتنع عبيد بن علي السناري احد نجوم التحليل في قناتكم قناه الريان الفضائيه يا مرحبا بك يا ابو علي الله بك يا محمد امسي عليك وعلى الاخوان الموجودين وعلى المشاهدين الكرام أيضا التحية موصولة بأحد عمالقة وأعمدة هذا البرنامج سعيد بن خالد الشهواني العملاق في تحليله وأيضا في حضوره يا مرحبا يا أبو خالد مرحبا الله يمسك الخير أبو محمد حييك وحيي أخواني الموجودين وحيي المشاهدين قناة الريان ونقول لهم مساكم الله بالخير جميعا الله يمسيك بالنور وأيضا مشاهدين الكرام يبقى لنا أن نذكركم فقط بالمجال المفتوح لكم بالمشاركة عبر وسم برنامج جندر الريس على موقع تويتر وعلى موقع الانستغرام أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي نرحب بتواصلكم الدائم مع برنامجكم برنامج الريس أبدأ معك بسلطان اليوم إحنا في ليلة بداية المهرجان بكرة باذن الله تعالى مهرجان سيدي الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه الثاني الله يحفظه ويرعاه يعتبر هذا المهرجان من احد اكبر المهرجانات وياتي كمكرمه ساميه لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحديث عن اشواط متعدده عن سيارات كل اشواط هذا المهرجان مخصصه لابناء الخليج فتعتبر مكرمه كيف تنظرون لها انتم كملاك خليجيين الله يطول عمله ويخليه الامير حمد كريم والاهم المهرجان فيها انه يحمل اسمه هذا اهم شيء عند الناس والناس عادين له وهذا مركاض غني ومركاض كريم الاسم كريم اسمه والركض روحك كريم من فضل الله ثم فضل اهله هذا المركاض يا ابو محمد الناس يعدون له من من الموسم هذا الحين لين الموسم ان شاء الله الجاي يعدون له ويجهزون له لان هذا اللي الله بيوفقه فيه وبينافس وبيحصل ولا رمز ولا طال عمرك سبق في مركاض الشيخ حمد يكفيه الرمز لمحطوط وفيها اسم الشيخ حمد هذا كفايه للمطيه والمالكه وكافي المهرجان فما اللي الله بيوفقه بينافس في المراكز كلها وفي الاشواط كلها ما طول عمره الشيخ حمد سخي كريم وكرمه طال عمرك عام ومركز مفتوح للمواطنين دول مجلس التعاون صدقتي. نعم جهز مطياتك بس وعدها ويحياك والامور مسهله الحمد لله وكل شيء طيب واللجان غايمة بعملها برئاسه الشيخ حمد بن جاسم وربعه واللي غايبين كلهم على الجماعه اللي سبقونا يقولون كل النظام عدل وكل الترتيب عدل وكل الامور عدله في تشوف اللادم اللي من بالشيء يسهله صح الصخي كاميرا كلها عدل صح فهم طول عمارهم مسخرين الامور ومسهلين الاوامر وكلها الاوامر طيبه والركب عدل والجماعه الحمد لله مستانسين وكل بياخذ نصيبه عسى الله يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اذا مشاهدينا الكرام لمحه سريعه او بعض المعلومات عن هذا المهرجان ياتي مهرجان سيدي حضره صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني كواحد من اكبر السباقات على مستوى المنطقه، يبدا السباق في يوم الغد بتاريخ 4 فبراير ولغاية العاشر من هذا الشهر لمدة سبعة أيام يتواصل هذا السباق مجموع الجوائز العينية في هذا السباق 172 سيارة هذا بالإضافة إلى 22 رمز وأيضا 208 سيارة هو مجموع عدد السيارات شوط. شوط عفوا 172 سيارة 22 رمز و208 أشواط فشكرا جزيلا لسيدي الأمير الوالد على هذه المكرمه وشكرا ايضا لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفه الثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه أميني. الآمر والموجه بإقامة هذا الحدث الكبير الذي يحمل اسم سيدي الأمير الوالد نحن أمام حمد أمام حدث كبير أمام مكرمه فعليه بكل ما للكلمه من معنى 208 أشواط 172 سيارة 22 رمز الله يطول عمارهم ويهنيكم يا الهجن بهذه المكرمة الله يطول عمارهم يا أبو محمد ويطول عمر اللي المهرجان باسمه سيدي الأمير الوالد أه والحمد لله رب العالمين على النعمة اللي عايشين فيها أهل الهجن الله يديمها علينا نعمة ويطول عمار شيوخنا ونرحب بإخواننا من أبناء دول الخليج اللي حضروا وشرفونا في قطر نقول بهم مرحبا بهم كلهم هم هل المكان وحنا الضيوف عليهم وحنا نتشرف بحضورهم ونسعد صراحه باللي يجيبهم طبعا اللي تكلمت عن الأشواط 208 بس يعني كم عدد الفائزين يا ابو محمد لو بنتكلم عن عدد الفائزين يمكن فوق 2000 مطيه الفائزين 2800 تقريبا اكثر بعد يمكن يعني نعم 2000 مطيه الحمد لله 400 يعني شيء طيب والجوائز طيبه وهذا يعتبر مثل يعني ما تفضلت قبل شوي مكرمه لهالهجن قدم لها الجوائز العينيه الضخمه وقدم لها الجوائز النقديه اللي بعد استفيدوا منها الهجن يمكن على نتكلم س... عن اغلى جائزة نقديه تكون مليونير ريال يعني شيء طيب شوط السيف. نعم شوط السيف شوط بيعدوا له كل ملاك الهجن العده كل بينزل باكثر من مطيه كل يمنى النفس انه يكون صاحب اللقب اللي بيحصل على السيف اللي صراحه يسوى جوائز المهرجان كله كون انه يحمل اسم سيد الأمير الواد ل... ل... المهرجان هذا ابو محمد جاء في وقت تعتبر منطقة كلها خالية من مهرجانات ما في مهرجانات ينشغلون فيها الهجن لذلك صار فيها إقبال كبير ونرحب بهم يوم جاونا في الشحانية وبعدين يعتبر منعطف الأخير للختاميات لأبناء أبناء دول مجلس التعاون هو آخر مهرجانات يعني يعتبر يعني بيجي بعد الختاميات بيجي بعد الختام الكويت وعقبه تبدا الختاميات الثانيه صحيح. قطر والوثبه والمرموم كل هالهجن ودهم يحققوا النقاط النقل اللي ما حالفها الحظ وحصل على رمز ولا ما حصل على سياره في المهرجان اللي قدام يحاول ان شاء الله انه يعوضها والله يوفق الجميع ان شاء الله امين يا رب العالمين سالم سعيد لو ناخذ لمحه سريعه عن مجموع الجوائز نعم. المقدمه في هذا المهرجان الكبير اليوم الختامي عندك الشوط الرئيسي الزمول خنجر فضي وسياره مزاراتي مقدمه من أريد الشوط الحيل العمانيات شلفه فضيه وسياره بنتلي مقدمه من كيو بي شوط الزمول المفتوح مليون ونص شوط السيف الحيل مليونين اضف الى الاشواط الرئيسيه الاخرى اشواط الرموز من الثنايا والجداع الاول نص مليون الثاني ربع مليون وهكذا هي الجوائز ابو محمد الله يطول عمر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني الامير الوالد وجزاه الله خير على الدعم المتواصل لابناء دول مجلس التعاون عندك 22 رمز بالاضافه الى 172 سياره 208 اشواط. شوف السيارات هذه آه ولا ننسى ايضا نحن بعد الشركات والمؤسسات أريد آه آه داعمه دائما متواجده وبنك قطر. آه نعم آه هذا الدعم ابو محمد وهذه السيارات من افخم السيارات انت لو تلاحظ سيارات ما شاء الله. هذا اللي بياخذ له بيأخذ السيف وياخذ السياره هاي ابو محمد خلاص الغالي السي... يجيضها مره لا يعودها نعم وان شاء الله ان نقول احنا الله يوفق الجميع الاخوان ابناء دول مجلس التعاون من دوله قطر ومن الدول اللي جايين مشاركين هني و... والمركاضه اللجنه ما قصرت برئاسه سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني الله يطول عمره واخوانه الدكتور مبارك شهواني ومبارك النعيمي جزاهم الله خير واعضاء اللجان ايضا ركض ابو محمد من اليوم وهذا ركض قطر معروف والتنظيم معروف في ميدان الشحانيه وكل ين ياخذ حقه ما عليك الا تجهز مطيك انت وتعدها وتيبها وكل شيء مفصل ابو محمد الامور كلها طيبه وان شاء الله نقول الحين الله يوفق الجميع ابو محمد الناس كلها تقريباً ما حد تم تبى تركض الغالي، نعم. وركض مفتوح والأمور كلها طيبة، الحمد لله. وأخونا أبو علي اليوم زقرت ما شاء الله، رجع سنة ورا. نعم أشوفه خير. نعم سر حرص المشاركين من دول الخليج على التواجد في ميدان الشحانية في هذه السباقات التي. تنظمها اللجنه المنظمه للسباقات الهجن من وجهه نظرك الشخصيه والله ابو محمد سباقات بشكل خاص اذا نتكلم عن ميدان الشحانيه يمكن من المحلي الاول وطالع عندك سيارات مثلا في سن الحقاقه في سن اللقايه في تسعيره مستمره يجيك مهرجان المؤسس مهرجان شامل لجميع الفئات العمريه وايضا مشاركه هجن اصحاب السمو الشيوخ صحيح وكذلك هجن ابناء القبائل وشفنا ما شاء الله المستويات اللي حضرت بالذات هالموسم خلافا عن الموسم الماضي يجيك مهرجان سمو الامير الوالد مكرمه لاهل الهجن بشكل عام يعني مكرمه لابناء القبائل المهرجان الاغلى انا اشوفه يعني من ناحيه عدد الجوائز من ناحيه عدد الاشواط السيارات نوعيه الجوائز اللي توضع في الاشواط الرئيسيه والاشواط الختاميه ثقل المهرجان ووزن المهرجان والمهرجان هذا الفاصل للختاميات تقدر تعتبر انه هو البوابه للختاميات بالذات الهجن ابناء القبائل الى ان المستويات اللي بيوصلها الحلال في مهرجان سمو الامير الوالد بيثبتن دخولا بالختاميات ممكن اخر مهرجان قبل مهرجان سمو الامير الوالد كان مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وكان الفاصل 20 يوم صحيح فالحلال مداه انه يرتاح ويعيد نشاطه فالركض اللي بيكون ان شاء الله بيبتدي من يوم الغد وانتهاء بيوم الجمعة تشوف الحلال ما شاء الله ما أخذ راحته واصل إلى مستواه النهائي من الجاهزية وبتحضر تواقيت ومستويات يعني حتى كتوقيت المهرجان العام كان تاريخ 17 واحد السنة تاريخ 4 اثنين يبتدي أول يوم فالفاصل هذا مصالح الحلال وأيضا مصالح الأخوة المشاركين أبو صقر على ضوء ما تحدث به حمد من ناحية أن هناك هامش كبير من الوقت بين آخر استحقاق كان لأهل للهجن جائزه سمو الشيخ محمد بن زايد الى يوم أربعة فبراير. ما هو المتوقع من ناحيه المستوى الفني ان نراه في هذا الحدث؟ بالطبع استكمالا للحديث اللي تحدث عنه اخوي حمد واضاف الى يعني اذا تحدثنا عن مهرجان الامير الوالد بالنسبه لرزنامه المهرجانات الخليجيه تجد هذا المهرجان راسخ ومعروف والاعداد له مسبقا الهجن اللي راح تشارك غدا ضربة البدايه غدا في الانتاج في الحقايق شاركت في مهرجانات اللي حدثت في صدر الموسم واخرها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في دوله الامارات وقبل ذلك كان مهرجان المؤسس ف ولكن يمكن اللي يميز مهرجان الامير الوالد كلمه بوابه الختاميات مضمونها راح تشارك هجن وافده يمكن ما كانت موجودة ظهرت في المهرجانات السابقة وتحدث عن سن المتقدم نتحدث عن سن الحقائق طبعا فأكيد المستويات بتكون على اتجاهين الاتجاه الأول جاهزية الهجن رتمها أعلى أيضا تقدم المهرجان وصول إلى 4 فبراير أيضا يعطي أفضلية للهجن اللي ما جهزت من مرحلة الجهوزية اللي مستركة وجاهز وعندها مشاركات مستعدة استعداد ممتاز ومثل ما أسلفت في بداية الحديث بأنه مهرجان الامير الوالد مهرجان راسخ مهرجان يعدله مسبقا من ضمن المهرجانات الاساسيه والرئيسيه في منطقه الخليج. عبيد أه. اتوقع ان كل اهل الهجن اللي عندهم اسماء يعتمدون عليها ويعولون عليها الشيء الكثير راح يحضرون يحضرون في مهرجان سيدي الامير الوالد، اولا لعده اسباب فيه متسع كبير من الوقت اللي بيشارك في الختاميات عنده امامه الفرصة متاحة وبالتالي هو محك حقيقي ومثل ما قال أبو بطي هو بوابة الختاميات بالفعل بالفعل يا أبو محمد بالنسبة للمهرجان سمو الأمير الوالد هذا من المهرجانات مثل ما تفضل الربع المهمة جدا واللي كل أبناء الخليجي الخليج حريصين كل الحرص على المشاركة لعدة أسباب أولا المهرجان وقته مميز يعني ذلولك خصوصا بتكلم عن المطايا الكبار يعني من الجذاء وفوق تكون وصلت القمة جهوزها يعني او 90 او 95% من قمه جهوزها هذا اولا. ثانيا بالنسبه بالنسبه للمهرجان وجوائز المهرجان من اضخم المهرجانات المقامه على مستوى دول مجلس التعاون. يعني بالنسبه للجوائز 172 سياره، 22 رمز، 208 اشواط وكلها هذه لابناء القبائل. ما فيها يعني مشاركه لاصحاب السمو الشيوخ. فالمهرجان هذا وبعدين الشيء الثالث والاهم المطيه طال عمرك اللي بيثبت مستواها في سباق سمو الامير الوالد اتوقع انها بتكون رقم صعب في الختاميات الجايه سواء مهرجان سيدي سمو الامير او مهرجان المرموم او مهرجان الوثب لانها خلاص يعني بتخوض معركه قويه ومعها اسماء قويه وفي قمه الجهوز صحيح ودائما احنا شفنا لو نبني على الكلام العام ووقت العام اللي قبله دائما سباق سمو الامير الوالد المطيه اللي تسبق فيه ويثبت مستواها في الختاميات ونشوفها تنافس في الختاميات يا تاخذ رمز يا ثاني عن رمز مستواه يكون ثابت خلاص بدايه طبعا المحليات اللي عندنا والمقامه في دوله الامارات العربيه المتحده محليات تجريبيه ممكن يعني مهرجان ميدان اللي هو سبق ميدان التحدي يحظى مثل ما تفضل اخوي حمد ان من بدايه الموسم وكان في ختاميات مصقرة تسعيره جوائز سيارات بالنسبه للقايه والحقائق ميدان التحدي يستقطب كل ملاك اهل الهجن من دول مجلس التعاون احنا شفناهم من المحلي الاول جاءوا وشاركوا عندنا يشاركون يرجعون يشاركوا في المحلي الثاني والثالث لين وصلنا للثامن. فيعني جاهزيه الهجن نعتبرها في قمه جهوزها المهرجان هذا كل اهل الهجن عادين العده للمنافسه فيه وصراحه نتمنى التوفيق للجميع المشاركين ونقول مرحبا ومسهلا بالجميع. الله يحييهم بكل تاكيد سعيد على ضوء ما تكلم فيه عبيد ايضا من ناحيه وصول الهجن الى نسبه كبيره من الجهوز وصفها ب 95% هل سنشاهد رغم عدم مشاركه هجن اصحاب السمو السعاده الشيوخ في هذا السباق الاثاره المطلوبه اضف الى ذلك الصفقات اللي صارت في الفتره الاخيره تقريبا من 10 ايام بين كبار الملاك وتحديدا الملاك القطريين نسمع عن صفقات بالملايين وهناك عزم كبير من الملاك للحصول على اشواط الرموز الاثاره كيف ستكون في هذا المهرجان البدايه الاثاره موجوده يا سعد من بدايه الموسم عندنا هنا ميدان الشحانيه من المحل الاول واختامية بلين المحل الثامن اللي شفناه قبل ايام والمنافسه راح تكون على اشدها وكبير وجميع كبراء ملاك الهجن عندنا في الشحانيه صارت كل واحد قاعد يدور النادره اللي مرشحه بكره انها تروح في شوط رمز وتاخذه، وانتغاها من عند من عند صاحبها او السابق، وانتقلت ملكيتها من صاحبها السابق الى الملاك الجدد اللي نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، واللي ما يدعم شعاره بالمشترى مثل ما صار ما راح يشوفه ولا راح يبين في اشواط الرموز، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وهذا المهرجان يتميز بوقته انه يعني لا يتعارض مع اي مهرجانات ثانيه في دول مجلس التعاون. يعني حتى وقته وهناك يعني فرق هناك في وقت بينه وبين الختاميات اقرب يعني ركض له بيكون ختامي الكويت بعد اسبوع يعني الراعي المطيه السبوق اللي بتدي عندنا هنا ما راح يركض هناك او بعض الحلال اللي يبيه راعي الكويت ممكن ما راح تشوفه هنا ونتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع المشاركين سواء هنا ولا في الدوام مجلس التعاون الباقيين ونقول مرحبا بالجميع في دوحه الجميع الله يحييهم جميع الزملاء في فريق الاعداد جهزوا مقابله مع السيد مبارك بن محمد بن بادي النعيمي مدير عام اللجنه المنظمه لسباقات الهجن، اللجنه المنظمه لسباقات الهجن برئاسه سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني واعضاء اللجنه جميعهم سخروا كل ما يمتلكون من طاقات وجندوها في سبيل استضافة هذا الحدث الكبير الذي ينظم على ميدان التحدي ميدان الشحنة إذن هذه المقابلة مع مدير عام اللجنة المنظمة لسباقات اللجنة السيد مبارك بن بادي النعيمي بالنسبه للجنه النظام سباقات الهجن برئاسه سعد الشيخ حمد بن جاسم مستعدين ان شاء الله في اتم الاستعداد ونتمنى التوفيق ان شاء الله للمشاركين وللملاك ان شاء الله. كم عدد الجوائز الاشواط الحلال المسجل؟ عطنا الارقام ابو محمد. بالنسبه لعدد الحلال المسجل لينا الحين احنا نتكلم في العصر اليوم 9800 مطيه. التسجيل بيكون لين الساعه 12 في الليل عن طريق الاونلاين. المكتب مفتوح مثل ما تشوفون ممكن يوصل 10000 ممكن يتجاوز 10000 ممكن يظل على نفس الرقم احنا موجودين في المكتب وموجودين اه ان شاء الله لين الساعه تقريبا حوالي 10 و12 في الليل لين يسكر البرنامج واحنا متواجدين في المكتب عدد السيارات 172 سياره عدد الرموز 22 رمز الاشواط 208 اشواط أه ست اشواط في وغيرها ست اشواط حق التراث أه الحمد لله رب العالمين اللجنه مستعده الاعضاء كلهم مستعدين اللي في اللجنه المشبهين المسننين مكتب التسجيل كل ما كل موظف صغير وكبير مستعد في هذا المهرجان المهرجان هذا يحمل اسم غالي علينا اللي هو سيدي اسمه الامير الوالد والله ان شاء الله يوفقنا ويوفق المشاركين وبس اليوم شو شوفوا مثل ما تشوفون الجو شوي تبدل تغيرت الاجواء عندنا الاجواء مثل ما احنا احنا دائما نتابع مع اخواننا في الارصاد الجويه لكن نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله والله يكتب التوفيق ان شاء الله. استعدادكم انتم كلجنه منظمه لسباقات الهجن بنقول للمناخ وللطقس والارصاد الجويه هل انتم مستعدين لعوامل الهواء؟ الامطار لقد سمح الله يعني المضمار من ناحيه المضمار والتجهيزات احنا الحمد لله رب العالمين احنا كلجنه منظمة سباق الهجن مرت علينا هذه الاشياء مرت علينا الامطار مرت علينا العواصف في بعض المهرجانات وفي 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 وفي, وفي, وفي من ضمن الاشواط صاد لكن احنا الشركه اللي مستلمه المضمار شركه قويه كبيره لها سمعتها والمضمار الحمد لله من يوم تاسس لين اليوم الحمد لله ما تاثر من اي شيء حتى لو حصل عندنا امطار وكي نعالجها اذا ما عالجناها في نفس اليوم نعالجها يوم الثاني واحنا الحمد لله مستعدين اللجنه مستعده الشركه مستعده وماخذين ان شاء الله احتياطاتنا في الامور هذه والله يكتب التوفيق ان شاء الله وهذه الامور تحصل في جميع الدول وفي جميع الميادين والله يوفق الجميع ان شاء الله ونتمنى لجميع المشاركين وجميع اخواننا واحنا موجودين في المكتب موجودين على التليفونات موجودين في شيء كل ما يتعلق في الهجن وفي السباقات والاشواط احنا موجودين لتسهيل هذه المهمه ولتسهيل المشاركه و... ويعلم الله سعاده الشيخ حمد بن جاسم دائما يقول حق اخواننا في اللجنه المنظمه لسباقات الهجن سهلوا الصعاب على المشاركين والحمد لله رب العالمين من لين اليوم احنا ما حصلنا اي صعاب وشوفت عينك المو... ال... احنا الحين تقريبا قريب المغرب والموظفين موجودين والكل الحمد لله يعني مخلص اموره. مبارك كل الفائزين راح يمرون على شيء اسمه الفحص فحص المنشطات والمراكز الثلاث الاولى وفي السيارات يمكن الخمس المراكز الاولى وفي اشواط الرموز العشر المراكز الاولى. هل فيه جديد بما يخص الفحص هل فيه مواد ادرجت هل في قوانين جديده هل ايش تقول في هذا المجال او كلمتك في هذا الخصوص شوف بالنسبه للاشواط النقديه هي تفحص ثلاثه مراكز السيارات تفحص الخمس مراكز اشواط الرموز تفحص العشر مراكز في فحص عشوائي هذه احنا لنا سنتين نفحص فحص عشوائي في في لجنه اذا اشتبهت في في احد من في الاشواط انه يعني ما يبغى يدخل في الخمس مراكز وهو لجنه تتابع في لجنه تابعه من ناحيه المواد المنشطه او المواد الصاعق الكهربائي في لجنه تتابع الامور ممكن نمسك حتى لمركز 20 او مركز 15 في لجان تتابع الامور هذه تمسك ممكن السادس ممكن تكون السابع العاشر في لجان يقظة ومنتبه حق الامور هذه بالنسبه لتقول عن القوانين صدر قانون امس جديد اللي هو بالنسبه للفحص المسبق اذا اركضت في الفحص المسبق اذا فحصت اول شيء في الفحص المسبق وطلعت سليم وركضت بعض الفحص المسبق بعد الفحص المسبق وطلعت عندك ماده في في مطيتك هذه غرامتها 150 الف ريال وتحرم جميع مطياك لمده سنه كامله في دوله قطر. وكم الغرامه السابقه؟ الغرامه السابقه كانت 50 الف ريال. ان كان فحص قبل المسبق او عقب المسبق. أه قبل المسبق أه خمسين ألف ريال، اشواط السيارات واشواط النقديه ما الغرامه هي ما تغيرت بس اللي تغير فيها اللي هي اشواط أه الرموز بعد الفحص المسبق تركض وتنصاد بعض عقب الفحص المسبق هذه غرامتها ألف ريال. المقصد من هذه الامور الحد من من التلاعب في, في الامور هذه في اشواط الرموز ان ما يروح شخص ياخذ رمز ويرفع رمز وبعدها يطلع منشط ويقول لك والله انا ما سجلت الا مطيه واحده كلها ما عندي مشكله، لكن المسؤولين واللي قايمين على هذه الرياضه المقصد منها الاهتمام في هذه الرياضه، الحد من هذه التلاعب في امور المنشطات وامور الفحوصات. اللي, اللي بيدخلوا منشط مبارك وبيرفع الرمز ثمنها ألف رفعة الرمز. رفعة الرمز اذا بيرفع الرمز، لكن ان شاء الله نتمنى الامانه الحمد لله رب العالمين. ما حطت القوانين هذه الا الردع من هذه من هذا الظاهره، لكن ان شاء الله الظاهره ان شاء الله في في راح تغل ان شاء الله ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. هذا الموسم مبارك هل تم رصد احد من مستخدم المواد الصاعقه الكهربائيه؟ لا هاي السنه الحمد لله رب العالمين ما حصلنا اي من الموضوع هذا. السنه هذه بالذات. يعني السنه هذه لم يضبط اي احد يعني يصعق المطيه ويستخدم الكهرباء لا لا ما السنه هذه بالذات ما في لكن السنوات اللي قبل لا في كان في ناس وحرموا وغرامتها حرمانه في قطر على طول مبارك بن محمد بن بادي رسالتك لاخوانك المشاركين سواء في سباق الكبار الماراثون او في المهرجان بشكل عام بالنسبه للسباق العام اتمنى التوفيق للجميع الرساله للجمهور تقول الجمهور اتمنى في ركض البشري انهم بالنسبه للسيارات اللي خارج السياج انهم ينتبهون يمكن مطيه تعوس تطلع برا الحطب السياج الناس يكون كبير في السن شايب لا قدر الله مطيه تعوس على على سياره ولا شيء يكون ينتبه يعطي المشاركين فرصه يخلي مسافه بينه وبين اخواننا المشاركين بالنسبه للتراث لا قدر الله مطيه تطلع برا السياج لا عشان ما ما يدعنها بالسياره او يصير شيء حادث لا قدر الله المقصد من هذه الفرحه والكل يستفيد من هذا المهرجان اللي هو مهرجان سيدي سمو الامير الوالد ونتمنى التوفيق للجميع ونشكرك يا اخوي محمد وبريك على هذه المقابله وصراحه انت قعدتنا في البرد اليوم أهل أهل الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا الله خير وبيض الله وجهكم مشكورين قناه الريان إذا شكرا للسيد مبارك بن محمد بن بادي النعيمي مدير عام اللجنة المنظمة لسباقات الهجن والذي تحدث عن أمور عدة لعل أبرزها موضوع الغرامة اللي بتكون فيما بعد لأشواط الرموز يمكن الغرامة اللي في السابقة للمتعاطي أو مستخدم مواد محظورة على مطيته 50000 ولكن القرار الجديد راح ترتفع هذه الغرامة إلى وخمسين ألف تحدث عن الأعداد الأعداد وصلت إلى أكثر من عشرة آلاف مطية في مهرجان سيدي الأمير الوالد من ضمن أيضا الأمور الأخرى اللي كان من من المفترض أن تقام اليوم في ميدان الشحانية اللي هو الركض التراثي ولكن بسبب العوامل الجوية تم تأجيل هذا السباق هذا بالاضافه الى المزاد الخيري الثاني لانتاج ام الزبار ايضا تم تاجيله الى شعار اخر بيكون ان شاء الله في مهرجان سمو الامير الوالد ولكن الى الان ما تحدد وذلك بسبب العوامل الجويه اليوم برد بو, بو علي وهذا يمكن خلى الجماعه في اللجنه مشكورين ياجلون السباق التراثي وايضا القائمين على المزاد الثاني لانتاج ام الزبار تم تاجيل ايضا المزاد الى يوم لاحق من ايام المهرجان صراحه ابو محمد نشكر اللجنه مراعاتها لظروف المناخيه اللي حرصا منهم على المشاركين طبعا المقصد والهدف هي الفرحه وان الجماعه كلهم كله يطلع سالم لكن في جو مثل الجو الليالي هذه البارحه والليله جو بارد على 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 المشاركين وبعدين خصوصا المشاركين بيكون فيهم يعني رجال كبار شيبان ويكون فيهم شباب يعني والجو ما يساعد، الحين الواحد منا متلحف ومتغطي وفي مكان ذري ومع هذا كله بعد عليه برد. نعم فما بالك في ناس بيجلسون قبل قبل المركاض بنص ساعه للتحضير والمشاركه في الركض وسرعه المطيه بالاضافه الى المطيه نفسها في المشاركه في البرد هذا نعم. وحتى حتى شؤون الشحنية راعت هذه الظروف اللي تمر فيها المنطقه البرد. الناس بيجلسون في مكان مكشوف نتكلم عن المزاد اي نتكلم عن المزاد الخيري الثاني بعد مكان مكشوف وبيكون برد على القائمين أه على المزاد أه وعلى المشاركين اللي في وعلى حتى المطايا اللي بتنعرض في المزاد صراحه نشكرهم كل الشكر لا اللجنة المنظمه لسباقات الهجن ولا القائمين على المزاد الخيري الثاني اشكرهم على مراعاه الظروف اللي مر بها الميدان وهم اكيد انهم حاطين انها من ضمن اجنده المهرجان وان شاء الله بتتم مثل ما ان شاء الله عط ابو سلطان زعتر ابو برد البارحه كان عندنا واليوم مثل ما شفت انت اليوم نعم. عندنا برد فكان من المفترض انه يقام اليوم مركات تراثي تم تاجيله وفي مزاد كان بيكون ايضا لإنتاج من الزبارة التابعه لهجن الشحانيه وايضا تم تاجيله في وقت لاحق مراعاة للظروف المناخية. جزاهم الله هذا البرد عندنا وعندكم ابو محمد حتى عندنا هناك لا. لا. نعم. اعتقد ان في راس الخيمة جاهم ثلج بعد نعم يقولون اللي بل ملبد بالثلج. نعم. جزاهم الله خير التاجيل زين طبعا كل الناس اللي بيركبون والجان اللي قايم على المهرجان هذا سواء اللي بيركبون وسواء المهرجان هذا مال المزاد. المزاد. برد والبرد يتعب يتعب الناس ويتعب المطايا ويتعب كان تاجيله جزاهم الله خير وزين. الايام ايام, ويلا.. أيام الله كلها طيبه شوفوا اليوم من الايام أيام المهرجان ان شاء الله هاي اللي يقول لهم فتره ولا الصبح ولا الفتره اللي ما فيها ركض نعم صحيح والمهرجان المزاد بعد باقي فتره المسائيه عقب ما يخلص الركض يعني ان شاء الله يهدي الوقت ان شاء الله خير طعمك اللي بيحضر بيشتري بيحضر في جو فنان مناسب واللي طال عمرك بحوط بمطيه بحوط في جو مناسب واللي جان اللي بتقوم على برد متعب يا ابو محمد صحيح. متعب لكن الجائزه متعبه لكم يا أهل الهجن نقول لهم <applause> هل الحيل نعم. مليونين ريال ما قبل شوي تقول لي واحنا نشوف لقاء مبارك النعيم نعم. قلت لي ما في راي حايل ما راح يجي ما, ما حد راي حايل في صاحيه بيروح ما ما هو بحاضر الا عاد اللي مطيته بصاحي ولا ظالع ولا عنده نعم. مشكله مرض ولا هاي اللي بتيب هاي الغيمه الجائزه مليونين نعم الجائزه هاي جائزه تمره من من تيبها خلاص سنهم ركضنا الحمد لله نعمه <applause> رمز رمز اسم الشيخ حمد ومليونين سيف الامير الوالد اقول لك يعني السيف سيف الامير وفوقه مليونين مره مع فايل لين, الحو... لين يجي هذا الموسم نعم <applause> في نقطه بالنسبه لما تكلمت عن موضوع السيف وعن قيمه الجائزه وقيمه ومعنويه السيف بحد ذاته يعني صحيح صارت الحين منافسه غير المنافسه الميدانيه في منافسه شرائيه على السوق صحيح كبار الملاك خاصة مثل ما فضلت في مقدمه حديثه الربع في قطار هني يعني استهدافهم للرموز من خلال افضل الموجود اللي معاهم بالاضافه الى العمليه الشرائيه المستمره يعني والصفقات وهذا التداول اللي تحدث انت عنه فصراحه يعني السيف كثير لاحظ تصريحات لاحظ حراك صحيح. في يعني معطين الحدث حجم اذا جاز التعبير يعني معطين معطين للمهرجان حراره حتى وان كانت الاجواء بارده وهذا اللي ابو محمد ان الاوان ان نكون نعيش هذه الاجواء الاجواء التنافسيه اللي بمعناها يعني نضيف بعض الامور الاعلاميه نضيف يعني اللي انت اليوم انا معتمد على الناقه اللي عندي لا وما يسد سمع ناقه افضل من ناقه ناقصه التوقيت راح واشترى يعني يستعين بقى. كل واحد يعني ما تقول نازل بكل امكانياته <applause> تدري ابو محمد انت من استوى الاعلان عن هذا المهرجان اشتروا اشتروا هني اللي اللي, ملاك اللي في قطر واللي في الامارات اشتروا كلهم حول يبون السيف نعم نعم من اكبر ملاك دفعوا مبالغ حق السيف هذا وباكر نقول السيف بتكون في معركه قويه بس حد يمكن يبيع قبل فحص المسبق يمكن تغير ملكياتنا. ملكيات. نعم. تعتقد إنه بعد في صفقات؟ بتصحيح إيه بتصحيح نعم بتصحيح. في صفقات أن في بوش طال عمرك مشريات وقوى والأخوان كلهم يطمح أن يأخذ سيف الأمير الوالد نعم. بيستوي سوق ابو محمد ونقول احنا نقول الله يوفق الجميع هذا الشوط بيكون شوط قوي لان الاخوان كلهم اشتروا من من دوله قطر ومن دوله الامارات صحيح اشتروا يبون السيف هذا ونقول بيستوي في منافسه قويه وبتشوف حتى الاتيان بتكون في خطر بالرمز ابو محمد بعد بهذا الجائزه افتتحت مجال الاشواط العب صح مجال الناس اللي بيركضون شوف الاشواط المخدر هل الحين هل الحيل هذا بياخذ حيل وايد عنهم صح بياخذ السب حيل السبق حي السب السب نعم قوة. السبق المشوار كلها بتروح بهذه صح وهذا بعد يفتح مجال للاخرين هذه بعد شيء الله خير سعيد بن سليم الوهيبي يسلم عليكم ويا محللين وايضا المشاهدين وحنا نسلم عليك بعد اخوي سعيد عليك ايضا النشيط في وسائل التواصل الاجتماعي اخوي جابر بن ناصر الهاجري يدعو المشاهدين لمتابعه حلقه برنامج الريس نشكرك يا ابو ناصر على هذه الدعوه وانت راعي البرنامج رقم واحد يقول يا مرحبا بكم وسعيد جدا بمتابعتكم في برنامج الريس لما تقدمون من تحليل ان شاء الله ان نكون عند ظنك يا اخوي المغرد باسم رقم واحد. سالم الزرعي يسلم عليكم ويقول الترشيح عند المتحدي ويتمنى التوفيق للجميع. ياسر الحربي يقول راعي الهجن عينه على شله الرمز مثل العقيد اللي يخوض المغازي ما همه العسرات والهمز واللمز يحرص على الفرصه ودوم انتهازي ونشكرك يا الشاعر ياسر الحربي وتقديرنا لك امتيازي. <تصفيق> نعم. <تصفيق> جاسم الوهيبي يقول آه ايضا يحييكم ويرحب فيكم سالم الزرعي ايضا مرسل صوره لشعار آه بن ثعيب بنحيي شعار بن عيلب وكل الشعارات اللي بتحضر ويانا سالم بن خادم الزرعي ايضا يسلم عليكم ويخص بالتحية بن حضيرم ويشكر سمو الأمير الوالد على تشجيعه لأبناء الخليج شكرا لك يا الزرعي راعي فرحة أيضا يقول الجماهير تترقب خروج الفائز وأيضا يطلبون من المسؤولين في إنتاج أم الزبار التعجيل بخروجه للمواطنين إن شاء الله يا راعي فرحة صوتك وصل خالد الزرعي يسلم عليكم يقول حمد من جعلان يمسيكم بالخير محمد الهاجري يسلم عليكم يقول ما هو السبب وراء تاخير الختاميات السنه واوقاتها ولا انتم يا ليت تعطونا تواريخ الختاميات. شو السبب اللي منكم عندكم ما في ما في على وقت على وقت كل سنه نعم ما في تغيير يقول لك الغفولي على وقت الختاميات زين تواريخها حمد متى؟ والله ابو محمد هي ما تحددت بالضبط لكن على انا ما اعتقد تبتدي بمهرجان ختام آه آه الكويت اول شيء ختام الكويت ختام الكويت خلاص آه 12 2 12 يبدا 22 4 3 يعني اه سيف سيدي الامير نعم اي ودبي الوثبه الوثبه عقب ختامي الختامي بيكون في بس ما تحدد يعني باليوم بالضبط اي نعم في المرموم محمد الرشيد يقول هل الهجن يحتفلون بوجود مهرجان الامير الوالد رسالة شكر لسمو أمير البلاد المفدى وللجنة المنظمة على هذا الدعم الكبير شكرا من القلب وحنا بعد من القلب نقول لك شكرا يا محمد على هذا الكلام الطيب يقول رقم واحد في تغريدة أخرى له يقول يليت لو تتحدثون عن الصفقات الكبيرة المستهدفة للرموز والانتقال إن شاء الله في إذا كان عندنا وقت بنتكلم فيها إن شاء الله موقع الإبل يقول أمسي عليكم بالخير وخاصة بن جرحب وبصقر وسؤال

ويقعد ما حد لكن الحين صار في تطور تطور العلاجات يا ابو علي ويشارك بعد <applause> اسبوع نعم تخوز الالم والتعب نعم المطيه اللي بتشارك هنا وبتجيب انجاز ما اعتقد الرأي بيوديها لكل والله بعضها ما ما عنده مشكله نعم اخونا مشبب القحطاني ابو سطام يسلم عليكم يسلم <applause> على المشاهدين اخونا مشبب القحطاني من المدينه المنوره في المملكه العربيه السعوديه وحنا نمسيك بالخير يا ابو سطام نقول حي وما جابه الامير يقول المغرد باسم الامير يقول مساء الخير ونشكركم على جهودكم الطيبه ولا قصور في اخواننا المحللين على استجابه النداء ولا هي غريبه عليهم بس اخونا فهد بن حباب فهد بن حباب ان شاء الله بتشوفه في مهرجان سمو الامير ان شاء الله مصعب الفتحي يقول يا اهل الهجن ما فيه معذار الجو طاب وكل مجهز مطيته وعينه على الناموس محمد السالومي ايضا المسيح مسيب الخير يسلم عليكم، حسن بن سعيد المحاربي يمسي عليكم جميع، هلال البراشدي ايضا يسلم عليكم ويقول ابغي قصيده من ابو صقر، ابو صقر اشوف المغردين دائما من يطلبون منك القصيد الشاعر ها أه؟ الشاعر شاعر زين ابو صقر ابيتين شيء عاد دائما <applause> <لا من> تردهم <applause> ابو محمد لا أن دائما تردهم الحين نبي من القصيده نطلع برا مو اني اردهم انا الشيء اللي ما تحضر له لا ملحه الشيء في بيتي. طلبته في طلبته هم عزيزين ولكن قصيدني الحين ناسنهم اللي حضر اللي حضرك ما حضرني حضر للامانه شيء ولا شيء واعتذر منهم صدقني من يا ابو محمد لو الجماهير يطلبون من الحضير بيحضر لهم سيل. على طول, طول ما بيجيب البيت اللي بيته يعني على طول سعيد 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 مارد. مارد. <تصفيق> <تصفيق> نعم يقول مرحبا بالجمهور وخلوكم ويانا وواصلوا <applause> <applause> ويانا وفالكم طيب طيب صحه سالم بيت لكن يمكن الشعراء عندهم ملاحظه على الوزن يا ابو ما عليه موجود يا ابو محمد موجود موجود سالم سهيل العفاري يقول مساكم الله بالخير اتمنى التوفيق للجميع واشكر اهل قطر حكومه وشعبا على حسن الضيافه انتم بين اخوانكم وفي مكانكم يا ابو سيل الله يحييكم محزم الرفيق يقول السلام عليكم واشكركم على هذا البرنامج والله يوفق الجميع سعيد العمري يسلم عليكم يقول نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع ولشعار اللورد الداخل لعالم الهجن بقوه اللورد وغيره من الملاك انتظروا شعاراتهم في قادم الايام في مهرجان سيدي الامير الوالد فاصل وراجعين لكم باذن الله تعالى خليكم معنا يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل من برنامجكم برنامج الريس والذي ياتيكم بحلقات استثنائيه مواكبه للمهرجان الكبير، مهرجان سيدي حضره صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني يحفظه الله ويرعاه، هذا المهرجان الذي ياتي بالتوجيهات الساميه والكريمه من سيدي امير البلاد المفدى حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الذي امر ووجه باقامه هذا العرس التراثي الكبير ليكون جامعا لكل محبي رياضه الاباء والاجداد رياضه سباقات الهجن في يوم الغد ستكون ضربه البدايه مع اشواط الانتاج على فترتين صباحيه لسن الحقائق ومسائيه مع سن اللي دعونا نتعرف على برنامج يوم الغد في الصباح باذن الله تعالى في تمام الساعه السادسه والنصف التحضير سيكون في تمام الساعه السادسه صباحا الشوط الاول حقائق بكار انتاج شلفه فضيه بالاضافه الى ربع مليون ريال للفائز بالمركز الاول الشوط الثاني خنجر فضي للحقائق القعدان الانتاج والمركز الاول سيحصل على الخنجر بالاضافه الى 200 الف ريال قطري وتتواصل الجوائز العينيه الى النقديه من الشوط ال11 الى الشوط ال20 هذا مع سن الحقائق في الفترة المسائية بإذن الله تعالى راح تكون الانطلاقة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بينما التحضير في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف الانطلاقة بتكون إن شاء الله في تمام الساعة واحدة المسافة خمسة كيلومترات الشوط الأول لقاية بكار انتاج شلفة فضية بالإضافة إلى ربع مليون للمركز الأول المركز الثاني 150 ألف الثالث 100 ألف الرابع 50 ,000. الخامس 30 ألف مثل ما تشوفون الشوط الثاني لقاية قعدان للإنتاج خنجر فضي مرصود له و200 ألف ريال وبعد ذلك تتواصل الأشواط العينية من الشوط الثالث إلى الشوط العاشر الله يطول عمر سمو الأمير سمو نعم الأمير الوالد نعم على هذه المكرمة الكبيرة اللي نيابة عن كل محب وكل عاشق لهذه الرياضة العربية الأصيلة يتقدم بالشكر لطوال العمار على هذه المكرمة اللي بالفعل تعتبر هي الأضخم والأكبر يمكن حمد في الخليج من ناحية عدد الجوائز والأشواط المقدمة والله بالطبع أبو محمد نحن نشوف يعني سواء في الفترة الصباحية أو حتى في الفترة المسائية في وفرة في وفرة من الأشواط يعني أنت عندك في سن اللقاية ما شاء الله على الرغم من وفرة الاشواط شفنا في اقبال كبير بعض الاشواط تعدت حتى 80 مشارك فمهرجان بحجم هذا المهرجان ومهرجان يعني مقبل على الختاميات تقدر تقول فيه ان الجاهزية الحلال اه اكتملت المنافسه وصلت الى قمتها لدى هجن ابناء القبائل فالاثاره موجوده والدعم موجود كمستوى جوائز الشيء هذا عندما توجد الاثاره يتواجد السبق يوجد الدعم هني تقدر تقول اللي نجاح المهرجان يعني نعم ابو سعيد اعتقد ان بكره بنكون على موعد مع منافسه خاصه يمكن معا. لان اشواط الانتاج لها نكهه ابو سعيد نعم خاصه اذا كانت امها موجوده عندك في المراح ومضربها ببعير طيب من بعارين الشيوخ أو من بعارين اخوان شمه معا. فله نكهه ايضا الفوز في اشواط الانتاج. اكيد ابو محمد ان هذه المطيه انت مثل مربنها مثل ما تربي عيالك خاصه من من بوشك ومن انتاجك ويعني اللي عنده ناقه ابو محمد منتجه يوديها من احسن الزمول سواء زمول اصحاب السمو الشيوخ او زمول ابناء الغبائل يعني الفرحه وانت ماخذ هاي بنت ناقتك ماخذه رمز وفي محتفل مثل مهرجان الامير الوالد هذا الروح ناموس ابو محمد يعني هناك غير وطعم غير لاشواط الانتاج والله يطول عمارهم ما قصروا ودعمه الاشواط مال الانتاج ودعموا واشواط المفتوحه يعني للمنتج موجود اشواط واللي مشتري موجود اشواط والتسعيرات موجوده انت عدل مطيك ورتبه تم بغيت كانك منتج اشواط الانتاج موجود اركض في الانتاج تقول انت والله هذا شهر هم مليون مليون ونص مليونين وين انا بسير يا ما ظلنا من البوش هن كلهم ظاهرات من البوش بو محمد صح بس في ناس ما تصبر يبيعها فطيمه يبيعها حجه ما يخليها لين توصل نهايتها هو يحصل نصيبه وهذاك اللي بيشتريها بعد يحصل نصيبه وهذا كله فضل الله وفضل اصحاب السمو الشيوخ الله يطول اعمارهم حكام دول مجلس الخليج يدعمون هذه الرياضه وكل هذا لمصلحه ابناء دول مجلس التعاون، ما يقصرون، هم هذا الدعم كله لابناء دول مجلس التعاون، هذا كله بفضل الله وفضل اصحاب السمو الشيوخ، يبون شعبهم في خير وفي اناسه ويستمتعون. وهذه ابو محمد الرياضه محببه للجميع الكبير يعني والصغير الكبير والصغير ونلتقي ونسولف وفرحه وناسه ويلسه كل يسوى ملايين ابو محمد نعم نعم زين وش رايكم نتعرف على الاسماء اللي بكره بتركض في الشوط الاول للحقائق البكار الانتاج منافسه بكره بتكون باذن الله تعالى في تمام الساعه السادسه والنصف مع اول رموز مهرجان سيدي الامير الوالد خلونا نتعرف معاكم على الاسماء المشاركه في الشوط الاول الرئيسي باذن الله تعالى <applause> الوثبة محمد بن الحزمي بن قناص العامري الظبي غدير بن عبيد بن علي الكتبي السبعة محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري إنذار محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري الدرعية حمد بن مسلم بالزفنة العامري بن صوغان سعيد بن علي بن سعيد البريصي المري العزرة سالم بن حمد بالقرين بن العامري الحذرة سهيل بن حمد بن القرين العامري كحال لبخيت بن عجلان بن بخيت بن كراز السبوسي صبا لسهيل بن عجلان بن بخيت بن أحمد السبوسي سرابة سعيد بن غانم بن يريو المنصوري الشاهينية سالم بن حمد سالم بن محمد بن ناصر بن طويل المنصوري. بن رزان لمحمد بن خويتم بن بخيت بن خويتم العامري نوف لمحمد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري أسياد لمسلم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المتحدة لمحمد بن غدير بن عبيد بن علي الكتبي نوف محمد بن راشد بن سعد النابت المري شديدة لمبارك بن سعيد أو مبارك بن سعد بن سعيد بن ضحي العامري مناوي لخالد بن محمد الشيخ الكواري شخصية لمحمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي حشمة راشد بن عمير بن عزران بن راشد النعيمي مراسيل لحمود بن ثعلوب بن سالم بن حمد الدرعي مرموقة لسفر بن سعود بن محمد بن شافي الشافي الشاهينية سعيد بن حمد بن سالم بن الأسود العامري الدوحة لجابر بن هادي بن سالم العذبة المري الشاهينة الشاهينية لسعيد لسعد بن علي بن سعيد البريسي المري ضجه لعبد الله بن سالم بن راشد بن مبارك الدرعي الشايقه لسيف بن مظفر بن محمد بن خموشه العامري الشاهينيه لحمد بن الدوده بن سالم بن الاسود العامري شوق لمبارك بن صالح بن راشد الجربوعي المري الشاهينيه عبيد بن سلطان بن علي الكتبي نصايح عبد الواحد بالخزع بن بالعثة بن العامري سلام لمحمد بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي ناصية لعبيد بن أحمد بن محمد بالسلمي العامري منصة لأحمد بن محمد بن قبع السلمي العامري وزن لمحمد بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي وعوايد لمبارك بن سهيل بن خادم بن حارب بالقطري الخيلي 37 اسم يتنافسون على هذه الشلفة الفضية عدد كبير والله موجود في شوط الرمز ابو هذا كله الانتاج نعم شوط الانتاج ولا طول عمارهم الانتاج عدوا له جوائز طيبه والجماعه بعد شاركوا فيه بعدد 37 ما شاء الله بالنسبه للانتاج مو بسيط هذا كل مجهز وعادله له اقول لك ابو محمد هذا المركاض مركاض ثري مركاض خير مركاض طال عمرك فيه جوائز غيمه فيه جوائز معدوده فالناس الناس مقدمين احسن ما عندهم هل الملاك اللي ذكرتهم كلهم ملاك لهم بصمه ملاك يعني يعرفون وزن المطيه ويعرفون المطيه اللي تنافس على الرمز واللي ما تنافس على الرمز ترى ابو محمد اللي ما تروم الرمز لو تدخلها فيه ما تقدر له ما, ما, تسوي لك نتيجه تخسرها بلاش لكن المطيه يوم تحطها راعيه الرمز ولا قرب على الرمز هذه تنافس على الاقل اما سبقات جتكم الثلاث الاوائل صحيح اما طعمك تحط مطيه في مكان هم مستواها خسرت انا جانا ناقتك من بوشك ولا شايرنها يعني خسران عليها ومربنها ومرتبنا وتحطها في مكان ما تستفيد منها فائده هذا لا, لا. حط مطيتك في المكان المناسب نعم في الشوط اللي لها مجال فيه ولها مرهاه فيه هم طول عمارهم سووا رموز وسووا سيارات وسووا نقدي صح وانت طبيب نفسك عما قال في الجماعه طول العمر ما هل انت انت وين تشوف الشوط هذا ولا ابرز الاسماء اللي في السلطان الكاربو محمد ما اقول لك في هاي الحجايج التكهن فيهم صعب والتشيح فيهم صعب ما تملك حجه على مستواها اللي تعرفه اسبوع هذا تكسر تيم اسبوع هذا تفرط من رقم تيم متاخره وتسبق يعني الحجايج انا اشوف فن من من اول من اليوم من دخلنا في الحجايج الحجايج ركضت متغلب لا تقول حجه بترشحها وهي بتكون ليش شو السبب ابو سلطان؟ السبب طال طيب عملك انهم حشاوين صغار هذه الحمال ياثر عليهن التعب وايد ياثر عليهن مثل فرخ الاهل كل شيء ياثر عليهن مو مثل المطيه العوده اما المطيه من توصل لدعاه فوق خلاص صملت السبوق سبوق تمت صام بلا محله اما الحاشي ياثر عليه الوقت البرود هاي تاثر عليهن البرد ياثر وايد والمطور هاي ياثر عليهن الحمال والنزول هذا ياثر عليهن <applause> أنا أقول لك انا أكثر متغلب صحيح ولو بتسأل أكثر الناس ألفيت الناس صحيح, الناس صحيح. يقول لك صحيح. صحيح. وأنت روح وجرب صحيح. صحيح أبرز الأسماء المشاركة في الشوط حمد والله الأسماء كلها بارزة 37 ما سجلوا هالحقائق في الشوط إلا يمنون إن شاء الله أنهم يصحوا يكونون صاحب الرمز الله يوفق الجميع آمين يمكن من أبرز الأسماء اللي نشوفها بكرة بن حلوس شفنا لها منافسة في شوط الرمز في المهرجان المؤسس وحصلت على المركز الثالث كحال بكرة السبوسي بعد لها عدة سبقات نشوفها دائما تشارك في اشواط الانتاج في ميدان الوثبة. سراب بكرة بن بن بعد منصوري بعد هذا يعتبر من اقوى المشاركين في, في هذا السن. رزام بكرة بن, بن خويتم العامري بعد لها عدة سبقات. نوف اسياد بكرة نوف بكرة محمد مبارك منصوري اسياد بكرة بن عقيل شفناها في مهرجان المؤسس لحقت من ورا ونافست منافسة قوية. لحقت في الامتار الاخيره وحصلت على المركز اعتقد الرابع نوف بكره محمد بن راشد بن سعد النابت حصلت على السيارة في مهرجان المؤسس في اشواط الانتاج وقدمها مره هذه في شوط الرمز يمني ان شاء الله انه يكون صاحب الرمز الله يوفق الجميع مثل ما قال لك ابو بكره مظفر بعد شفناها نافست في شوط الرمز منافسه قويه اللي الشايقه مثل ما قال لك ابو سلطان قبل شوي سن الحقائق سن متقلب وسني تاثر باي شيء وش رشحت انت ابو علي؟ انا والله رشحت بكره بن عقيل اسياد اسياد نعم بكره مسلم بن محمد نعم حد بيضيف شيء على الاسماء اللي موجوده في الكشف؟ من الشباب والله ابو محمد كلهم مثل ما ذكروا الجماعه عندك لا اذا, إذا عندك ماضي نصائح بكره عبد الواحد بالخزاع العامري سابجه عندنا في ميدان المرموم اللي يعني هي نصائح نعم وبكره يمكن يكون لها مستوى باكر في الاشواء طيب انا ركضها كلها قويه ولا حكت بمركاض يعني مركاض رسمي باكر يمكن يكون لها نصيب الاسد في <applause> سعد الشايقه بعد بكرة سيف بن مظفر بن خموشه مركضة من قبل حوالي 15 يوم في سويحان ومسجله توقيت يعني جاب 4 22 4 22 وراح تكون ند قوي في هذا الشوط بكره نعم إذا هذه وجهة نظر الخبراء مثل ما استمعتوا لهم يقولون بأن السن الحقائق سن متقلب ولكن هناك أسماء بكل تأكيد قوية تحضر في هذا الشوط، خلونا نتعرف على الأسماء القوية التي يراها المحللين قريبة جدا من انتزاع الرمز مع ترشيحاتهم ونبدأ بالتعرف على الترشيحات. حمد بن جرحب مثل ما سمعنا رشح السياد المسلم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت البرطماني ابو صقر رشح الشايقه لسيب بن مظفر بن خموشه العامري عبيد السناري رشح نوف لمحمد بن راشد بن سعد النابت سالم بن حضيرم رشح انذار لمحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري حمد بن بطي رشح رزان لمحمد بن خويتم العامري سعيد بن خالد الشهواني رشح الشايقه لسيب بن مظفر العامري، وين ترشيحك من الغراب؟ انا على السلام كنت مرشح وين؟ سلام مرشح لمحمد بن احمد بن اسمك طلع ولا؟ لا زين بن اسم بن ما حطيته ترى رشح, رشح سلام اللي هو سلام رشحت سلام أي نعم محمد بن احمد المطر محمد بن احمد بن المطر نعم زين معلوماتك عن سلام بو. والله سلام بكره زينه وتنافس دايم عندنا في المراكيض اللي شفناها منها و واتوقع باش انها كلها منافسه قويه خاصه في شوط الرمز. نعم. نشوف الشوط الرئيسي الثاني مشاهدينا الكرام شوط الحقائق القعدان الانتاج والمنافسه على الخنجر الفضي. الاسماء الحاضره في الشوط الرئيسي للحقائق القعدان الانتاج سراب عبد العزيز بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفه، المختبر أحمد بن الحزمي بن قناص العامري وايل لغدير بن عبيد بن علي الكتبي، الرسمي لحمد بن محمد بن مبارك بن سعيد المهيري، شوباش لمبارك بن محمد بن مسفر بن غانم بالقوبع ملازم لراشد بن علي بن سعيد البريص المري، مشهور لنايد بن مسلم بالزفنه العامري دالوب لبدر بن زيد بن محمد بن محسن البحيح الشرس لعلي بن بخيت بن رشيد الكتبي مخباط لخليفة بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري النايف لراشد بن سعد بن راشد النابت المري برق لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت الذيب لسالم بن عبد الله بالطير بن سهيل العامري جرمل لخالد بن حميد بن حارب المهيري همام لسالم بن حمد بن سالم بن نصرة العامري العربي لسالم بن رملي بن محمد بن مطر العامري الصايل لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مصدع لعبد الله بن علي بن سعيد بن سالم الكتبي الشهم لحمد بن محمد راعي الشيجة العامري القايد لمطر بن سلطان بن مطر بن مرخان مروج لسيف بن سهيل بن خيرات العامري، مهاوش لمبارك بن مظفر بن محمد بن خموشه العامري، المارد للمطوع بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي، المتحد لمبارك بن سهيل بن محمد بن سهيل المحرمي. 24 اسما تتنافس على الخنجر الفضي، مهندس حمد كيف تابعت معي هذه الاسماء وابرز ما تمتلك من معلومات عن هذه الاسماء. والله ابو محمد الاسماء مميزه بس ممكن شوط الابكار فيها تقدر تقول درجات الوضوح شويه اكثر عن شوط الجعدان من خلال المشاركه عندك برق الفهد بن محمد بن طالب بن عقيل عندك ملازم لراشد بن علي بن سعيد البريس وصيف الرمز عندك الرسمي الحمد بن محمد بن مبارك المهيري عندك الشهم الحمد بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري كذلك شعار سيف بن سهيل بن خيرات من خلال مشاركه مروج والقائد المطر بن سلطان بن مطر بن مرهان تقريبا الاسماء الموجوده من ابرز الاسماء عندك الشهم وعندك اللي هو ملازم وانا رشحت ملازم رشحت ملازم نعم. بسبب ترشيحك وصيف وصيف الشوط الرئيسي عندنا في مرجع المؤسس نعم نعم ابو صقر عندنا 24 اسم كيف تقرا هذه الاسماء وايضا توقعاتك لسير المنافسة في هذا الشوط؟ شوف بالنسبة لمنافسة الحقائق أكيد أن الشوط الحقائق سريع و وممكن يكون في تبادل المراكز الذيب أيضا أضيف سالم بن عبد الله بالطير بن سهيل العامري أيضا قعود بيكون له منافسة إلى جانب العربي سالم الرملي بن, بن محمد العامري وأنا رشحت المروج لسيف من سير بن خيرات قعود قوي لمشاركة في السبيحان آخر مشاركة وصلت نهاية طيبة و... ولا نغفل دور الأسماء اللي اللي موجودة ومن ضمنهم ملازم للمنافس لي... اللي قد خلق في اختبار ولكن اللي بيظهر في يومه وينتظر أو... ملازم الترفيع بكرة <applause> إذا <إلى> هذا <حد> الرمز <applause> هو 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 شوفوا شهادة ال الامكانيات حصلها من الجاريه السابقه لا مقدم يبقى زي. يبقى صح. التوفيق والظهور مطيط تظهر بيومها وخاصه في سن الحقائق كل واحد طموحاته كبيره وظان ظن في 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 بكرته وقعوده وفي نهايه المطاف الصايل ايضا العبيد بالحلوس بن ذيبان هذا ريال بنك انتاج و... ويستهدف اشواط الانتاج تمنى له التوفيق ايضا الشهم مثل ما تفضل حمد ذكره قعود العشيق ايضا من الاسماء المؤثره ونتمنى للاخوان اللي ما ذكرنا اساميهم اللي تحتويهم القائمه بالتوفيق بكره نعم. إنصر عنصر المفاجاه قائم بكره وخاصة في سن الحقائق نعم. نعم في سن الحقائق اقول لك نعم مقدم مع النجمة بنحط له تاج استاهل والله ابو محمد اذا ايه اخذ الرمز اذا ايه اخذ الرمز نعم, ايه الرمز نعم. 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 الله يوفق ان شاء امين آمي. آمي. تقول ابو علي اقول قعود بدر بن زيد ديله الدالوب نعم شفناه في مهرجان المؤسس جاء ثاني على قعود على قعود بشارب على راحي وتوقيته سجل افضل توقيت ذاك اليوم قعود ابو الشارف في شوط الانتاج. ونشوفه رفعه لشوط الرمز قعود قوي وهو يمكن لو مشارك له في شوط الرمز نتمنى وهو دائما شعاره دائما متميز من بدايه الموسم. الله يوفق الجميع حلو. نشوف ترشيحات الزملاء المحللين على شوط الخنجر للحقائق القعدان الانتاج. حمد بن جرحب يرشح ملازم لراشد بن علي البريص المري. سعيد البرطماني يذهب بترشيحه على مروج لسيف بن سهيل بن خيرات العامري عبيد السناري وحمد بن بطي الغفلي أيضا ينضمون لبن جرحب في ترشيحهم على ملازم لراشد بن علي البريس المري سالم بن حضيرم يرشح الشرس لعلي بن عبيد بن رشيد الكتبي والخبير بن غراب يرشح القايد لمطر بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي وسعيد بن خالد الشهواني يرشح مهاوش المبارك بن مظفر بن خموشة العامري هذه ترشيحات الخبراء على شوط الخنجر ولا يعني بان هناك ربما يكون هناك اسم ينتزع الخنجر أي نعم غير مرشح <applause> سهيل يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام يا سهيل يقول ارشح الشاهينيه في رمز الانتاج المملوكه لسهيل بن حمد بن الاسود العامري ايضا مغرد باسم تالترات يقول حمد بن لفجح يسلم عليكم ويقول التضمير هذه السنه مو مثل الاول والله حمد بالله فجاه احد المخضرمين المخضرمين نعم محارب قديم نعم سالم الوهيبي يقول امسي عليكم بالخير اللي هو سالم بالوحوش الوهيبي نسلم عليك يا سالم حمد عشان. بن مرخان يقول ترشيح الكاس الحقائق الانتاج عوايد والسلامات ان شاء الله بنطرشها الارماح الله يوفق الجميع يا عشان. بن مرخان بطران 76 آه يقول تحيه للجميع من راعي العقله الله يسلمك يطول عمرك. عبد الله الزعبي يقول مساكم الله بالخير يسلم عليكم فردا فردا والمجلس ما شاء الله كشخه. الله يطول عمرك يا عبد الله. حمد بن هزاع ابو شريده يقول مسيتوا بالخير ومنورين واتمنى التحدث عن رفض اللجنه لاعطاء اسم الماده المحظوره بعد الظهور في الفحص. هذه تغريده من حمد بن هزاع ابو شريده، كلام ابو هزاع ايضا في مكانة يقول انا الحين مثلا على سبيل المثال تم ضبط مطيتي متعاطي لماده محظوره يجب علي انا كمالك معرفه مطيتي شنو هي الماده اللي ولا لا, لا صحيح, 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 صحيح كلام صحيح كلامه نعم في محله على اساس تجنبها بعد النظر في الموضوع وعلى اساس يتجنبها ما صحيح ما يقع فيها مره ثانيه نعم وبعدين ابو محمد هو تكلم واش يمكن تكلم على السنه اكثر الناس اللي يطلعوا المسجات كلهم يطالبون بالشيء هذا يقول ما عندنا مشكله بندفع القرامه ما عندنا بس نتمنى ان شاء الله اللجنه تعود النظر في الامر هذا واكيد اللجنه ان شاء الله تنزل عند رغبه الملاك ودائما هذا مع اهدافنا منهم دائما التعاون معهم. نعم سعيد بن ميه يقول نشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد على الدعم اللامحدود ونشكر اللجنه المنظمه وايضا نشكر الاخوان المحللين واحنا نسلم عليك يا بن ميه ايضا ان يقول ليه ما في تقارير في برنامج المجلس؟ والله طال عمرك تقارير عن شنو طال عمرك تبي هو برنامج تحليلي فممكن ان شاء الله يكون في برنامج اخر في مجموعه من التقارير وزيارات ميدانيه ولكن برنامج الرئيس هو برنامج فني بحث صرف يناقش بعض الامور اللي تهم هل الهجن من قضايا وايضا من تحليل فني للاشواط ولكن ان شاء الله يكون في برنامج في مهرجان سيد الأمير بإذن الله تعالى يكون لزيارات متعددة لبعض العزب الكبير وإن شاء الله تشوفونها إن شاء الله جابر يقول أمسي عليكم بالخير وإن شاء الله يطلع الفائز إن شاء الله نقول صوتك وصل للمسؤولين في إنتاجهم الزبار هلال بن حميد البراشدي يقول أبغي ثنية تأخذ الرمز ولا لقية فول الشوط لا حضروهن لا حضروهن غير هيكز في سيرها والرنج محطوط ان شاء الله الرنج ولا المزاراتي ولا البنتلي الله يوفقك يا هلال. ايضا سالم بن وحير يقول هذه ابيات هداء يقول يا حي السبوق اللي لها في المحافل دور تجمل مضمرها ويرضيه تضميره على بيعها برخص ثمن ما يطيع الشور وراء غالي الاثمان شفه وتفكيره ذخرها وعزم ينتظر شوطها المشهور ذخرها. وعزم ينتظر شوطها المشهور إلى روحة وعقب الظهيرة مشاهيرة يجنبها بعض التساعير دون قصور لكن ما يناسب سعرها كل تسعيرة طموحة وصول الرمز ومصافح الجمهور يفكر بشوط الرمز ما فكر غير غير غيره صح الله لسانك الشاعر سالم بنوحير وعلى هالأبيات الطيبة نذهب بكم إلى فاصل مشاهدينا الكرام نعود من بعده لمواصلة هذه الحلقة من برنامجكم برنامج الرئيس والحديث القادم عن أشواط اللقاء الإنتاج انتظرونا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل لنتحدث عن اشواط الرموز المستمره في مهرجان سيدي الامير الوالد يحفظه الله ويرعاه في الفتره المسائيه في تمام الساعه الواحده ظهرا ستكونون على موعد مع انطلاقه الشوط الرئيسي الخاص باللقايه البكار الانتاج، خلونا نتعرف على الاسماء الحاضره وعددها 26 اسم. في الشوط الرئيسي للقاء البكار الانتاج على الشلفه الفضيه تحضر رهوه عبد الله بن مطر بن سعيد بن حاذ الكتبي الضبي لعمير بن حزمي بن قناص العامري السرمديه لظافر بن حمد بن غدير بن محمد الكتبي الشريه لسالم بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي ما اعتقد انها الشريه اسمها الشريه او الشريه يمكن نعم شواهين لمحمد بن بخيت بن مسلم بن طاسه العامري الشاهينية لراشد بن عبد الله بن مصبح راع الطيره العامري راهيه لمحمد بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت المرونه لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت معزه لعبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مشكوره لمحمد بن حمد بن خويتم العامري حضور لسالم بن هلال بن طماطم العفاري السايحه لحمد بن محمد بن سعيد العفاري نصوح لسعيد بن عثة بن خزع العامري ملوح لمطر بن علي بن سعيد بن سالم الكتبي وفى لسالم بن سعيد بن منانه بن غدير الكتبي عناية لعلي بن صالح بن علي بن صالح الحميري أفعال لعبيد بن سلطان بن علي الكتبي بنت صوغان لماجد بن مبارك بن راشد بن خميس المنصوري شواهين لسالم بن حمد بن صالح القمر النابت عذاب لمبارك بن احمد بن مطر الخيلي منصوره لمبارك بن حمد بن محمد بن سبعين المحرمي الضبي لفارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي مطيله لعمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري سمحه لمحمد بن سعيد بن بروك الحميري الفايزه لمحمد بن ناصر بن سالم الحفيظ المري منصا لمبارك بن محمد بن طالب بن عقيل النابت 26 اسما تتنافس على الشلفه الفضيه في شوط اللقايه البكار الانتاج عبيد عندنا 26 اسم ابرز الاسماء الحاضره في هذا الشوط والله 26 لقيه بتشارك في في رمز الانتاج نتمنى التوفيق لهم جميع ابرز الاسماء مثل المارونه المملوكه لمحمد بن طالب بن عقيل جاء ثالثه عندنا في اسواق المؤسسه على الرمز يمكن ما هي بعيده كل البعد من الاوليه والثانيه ونهايتها كانت زينه اتوقع انها بكلها تواجد وفاء سالم سعيد البنانة بنانه دائما سعيد سالم سعيد يقيم يعني حلاله خصوصا اللي يودي فيها شواط الرموز ما يودي للمطية مطيه لها تواجد البكره هذه بكلها تواجد راعي الطير العامري عندها الشاهنيه هذه بكلها تواجد اكيد عندك طال عمرك الفايزه محمد بن ناصر بن حفيظ المري شفنا لها منافسات قويه عندنا من بدايه الموسم ما نصل محمد بن طالب بن عقيل كذلك بكلها تواجد ولا نقفل بقيه الاسماء يعني المفاجاه خصوصا في السن هذا والدة مثل ما تفضل شيباتنا فيه يعني الحقه واللقيه تعينها طال عمرك في في سباق تسبق برهوى وفي السباق اللي عقبه تطهر من ممكن من يمكن اللي خمس. اثبت عبيد اثبت نعم اثبت شيء بسيط يعني لان هذه حاشي وهذه حاشي لكن أنا اشوفها اثبت لكن المطيه طال عمرك بعض المرات بتعطيك يعني اداء قوي و وبتنافس على الرمز وعقب طال عمرك انت يعني بتشوفها انها كفيله بانها تروح في شوط الرمز وفعلا ما لها الا الشوط هذا والمره الجايه ما تعطيك مثل الاداء اللي انت متوقع منها تعطيها اقل لحم ودم والمطيه طال عمرك يوم بتروح مستانسه ويوم ما هي برايحه مستانسه فالجماعه اللي مسجلين في الشوط هذا كلهم كفلاء بانهم ينتزعون الرمز وكلهم ما راحوا الا لانتزاع هذا الرمز راح نتمنى التوفيق الجميع وبكره الرمز بيكون صعب يعني خصوصا الاسماء الموجوده كلهم ناس هالهجن إنتاج وكلهم حلالهم كفيل بانه ينتزع الرمز نتمنى صراحه التوفيق لهم الجميع عندك تعليق بو خالد على الاسماء الحاضره في الشوط الله سلامتك بس مثل ما تفضل اخوي عبيد المرونه بكره راح تكون رقم صعب في هذا الشوط المرونه اللي بل... من عقيل نعم ركضها ركضها في مهرجان ماسس حلت في ثالث وكانت بمقربه من المراكز الاوليه وبكره ان شاء الله بتشوف المرونه في غير مركزها هذا نعم توقعاتك بخالد خالد للتوقيت على مستوى السنه اللي جايه برجع اسالكم عن الحقائق لكن اللي جايه بكره على ضوء العوامل المناخيه الموجوده في ميدان الشحانيه في هذه المنطقه كيف ترى التوقيت بكره وتوقعاتك التوقيت والله اخوي سعيد التوقيت بكره يعتمد على العامل عامل الجو وعامل الدوره اذا كان الجو مثل اليوم ما راح يعني نشوف توقيتات اللي هي يعني انا اتوقع بكره التوقيتات الله والعالم بتكون الحاجز يعني من 30 وتقريبا حول 30 اذا كان الجو كذا ما راح يعني يكون في كسر التوقيت لأن الهواء صلف عندنا هواء قوي غير شايف ودرجه حراره منخفضه يعني هذا يصعب فيه انك تحقق توقيت افضل من اللي شفناه في المؤسس في المؤسس نعم. يعني ما أتوقع بيكسرون تيم المؤسس والله والعالم انه لا نشوف ترشيحات الخبراء مشاهدينا الكرام على شوط اللقايه البكار الانتاج بن جرحى برشح وفاء لسالم بن سعيد بن منانه وايضا المهندس حمد الغفلي يذهب مع وفاء سعيد البرطماني يرشح مشكوره لمحمد بن حمد بن خويتم العامري عبيد السناري يرشح المرونه لمحمد بن طالب بن عقيل النابت سالم بن سعيد بن حضيرم يرشح الشريه لسالم بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي سعيد بن خالد الشواني ايضا ترشيح ثالث على وفاء لسالم بن سعيد بن منانه الكتبي وبن غراب يذهب بترشيحه مع عذاب المبارك بن احمد بن مطر الخيلي هذه ترشيحات الخبراء ولكن قبل ما نروح للقعدان حمد ثلاث ترشيحات كانت على وفاء سبب هذا الترشيح على هذه البكره والله البكره شفت لها مشاركه انا في ميدان اللبسه ما شاء الله سبقت برهوه وركضها مبين عليه انها ركض اعداد الشوط الرمز بكرة ما شاء الله طيبة ولا ننسى سالم بن في المركز اللي فات حصل على مركز الوصافة وأيضا مروع هذا شوط الجعدان فحضور ثابت في بكرة أبو محمد بذكرها اللي هي السايحة الحمد بن محمد بن سعيد العفاري أم سجلت في اللبسة 7 و 42 فالتوقيت مهرجان سمو الشيخ محمد بن زايد فالتوقيت هذا صعب جدا نعم إذا مشاهدينا الكرام الشوط الثاني بكره بإذن الله تعالى في الفترة المسائية راح يكون شوط رمز على الخنجر الفضي للقايل قعدان الانتاج وثلاثون و30 اسما يحضر في هذا الشوط الملتحم، نتعرف على الأسماء. إذا الأسماء الحاضرة في شوط اللقايل قعدان الإنتاج على الخنجر الفضي شاهين عبد الهادي بن حمد بن تريحيب بن نايف الهاجري عناد لمحمد بن راشد بن محمد بن مبارك الخيلي ميسور لجمعه بن محمد بن مهير بن دري المنصوري الراوي لساري بن محمد بن بلوش بن براك المزروعي خير لسالم بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي القاهر لعلي بن زيد بن محمد بن محسن البحيح حجام لسالم بن حميد بن محمد المشيخي قالط لناصر بالطوير بن ناصر بالمر العامري معي لمحمد بن عمير بن محمد بن عتيق المهيري هداد لراشد بن عبد الله بن مصبح راعي الطيرة العامري مشاكل لعبد الله بن سعيد بن مصبح بن مطر النعيمي سنجار لصالح بن جابر بن محمد الجابر المري شاهين أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي العابر لهادف بن حمد بن عفصان المنصوري راهي لسالم بن محمد بن مطر بالضبيع الكتبي شاهين لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري، مرعوش لسيب بن مظفر بن خموشه العامري، ممتاز لعبد الله بن علي بن سعيد بن سالم الكتبي، عباب لمطر بن حمد راعي الشيجه العامري، الطاغي لمحمد بن سعيد بن حليس الزرعي. طلوع لعبيد بن سعيد بن منانه بن غدير الكتبي، عناد لعيسى بن احمد بن مطر بن ماجد الخيلي، مشتاق لحمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر شامخ لحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري مفتن لخليفة بن علي بن بخيت المسافري الكتبي عالي لمحمد بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري جيفار لمحمد بن عبيد بن محمد بن مطر بالضبيعة الكتبي يمكن جيفاره شاهين جيفار. لسهيل جيفار. بن حمد بن سالم جيفار. بن الاسود العامري من حاش لسعيد بن مهير بن محمد بن خميس الكتبي والمفتي لسعيد بن ناصر بن دغاش بن خصوان العامري ثلاثون اسما في هذا الشوط على الخنجر الفضي في مهرجان سيف صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه عام 2017 بيكون الرمز المن على ضوء هذه الأسماء التوقع أبو سعيد كيف بتكون المنافسة وأبرز الأسماء الحاضرة؟ والله الرمز العلم عند الله سبحانه وتعالى أكيد نعم شوط أبو محمد شوط الجعدان الإنتاج شوط قوي شوط منافسة يحمل ثلاثين أسم وكل يطمح من هالملاك أن قعوده ياخذ هذا الرمز عندك القالط لناصر بطوير بالمرة العامري وصيف الرمز في مركز المؤسس عندك مشاكل عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي وصيف الرمز في الكبرى عندك طال عمرك القعود بضبيعة سابج عندنا في المرموم قعود سالم بن راشد بن غدير سابج في الهباب سابج في المرموم قعود بن نايفة بعد قعود قوي جعادين بو محمد هذيلة بيكون منافسة قوية والعلم عند الله سبحانه وتعالى بس هن الجعدان شوط الانتاج بعطن ركض قوي ونحن نقول ان شاء الله الله يوفق الجميع. نعم, نعم. ابو علي ايضا تعقيبك على الاسماء المشاركه. والله 30 قعود انتاج يعني العدد العدد مو بسيط بس اللي قاعد خصوصا في الانتاج أبو, ابو سعيد تكلم عن القدام نتمنى لهم الجميع التوفيق وان شاء الله نتمنى نستمتع بهذا الشوط. نعم. بسالكم عن الاتيام بكره. اضافه بسيطه ابو محمد عندك شاهين المملوك العبد الهادي بن حمد بنت بن ترحيب بن نايف الهاجري. خامس على الرمز عندنا في سباق المؤسس عندك مرعوش لسعيد مظفر بن خموش العامري ثالث وراء قالت قالت جاء ثاني هو أخذ ثالث سياره هنا بعد في المحل الخامس وعنده سياره فهذا القعدان كلها القعود اللي سبق اعتقد قعود بنانا مش موجود اسمه معاهم نعم. لكن الثاني والثالث والخامس كلها موجوده في الشوط. عندك نعم. قعود بالدغاش اللي هو المفتي بعد هذا بكره راح يكون رقم صعب بعد العشو اللي هو رقم ثلاثين المفتي المفتي نشوف معاكم ترشيحات الخبراء المحللين عن هذا الشوط الثاني للقايه القعدان الانتاج حمد بن جرحب يرشح مشاكل لعبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي البرطماني يرشح مرعوش اللي سيب بن بن خموش العامري عبيد السناري راح مع قالط وصيف الرمز في سباق المؤسس طيب الله ثراه قالت للسيد ناصر بالطوير بالمر العامري، سالم بن حضيري يرشح خير لسالم بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، حمد بن بطي الغفلي يرشح مشاكل لعبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي. سعيد بن خالد والخبير بن غراب يرشحون ايضا مرعوش لسيف بن مظفر بن خموشه العامري. ايضا أبو سلطان اشوف ان ثلاث ترشيحات راحت على مرعوش، اداء مرعوش مرعوش قعود سبوق ومدي اداء طيب وماخذ سياره عندكم هني جاي ثالث على جاي ثالث الرمز وماخذ سياره وماخذ سياره القعود يعني سبوق وجعادين كلهم اللي عنده سبوق وقعود ناصر الطويل بعد من الجعادين القويه اللي هو قالط القالط قعود له منافسه قويه ويوم هني جاي ثاني على الرمز قعود بمنانه قعد جاي ثاني على الرمز وبكره يمكن يقلط بعد ان شاء الله يعني خليني اقول لك <applause> قعود ما شاء الله اداء طيب وركضه طيب والجعادين كلهم اللي مركضين سبق ومستواهم طيب لكن هذه ابو محمد توافيج ونصيب نعم عسى الله يوفقهم بكره توقعاتك للتوقيت الصبح مع الحقائق والظهر مع يا ابو سلطان شوف اذا جونا مثل اليوم صعب التوقيت مثل الجو يعني كم توقع ابو سلطان الحجايج اتوقعهن ما يكسر الست اذا كان فوق الجو مثل الجو اللي اصبح اليوم علينا هو ما ما بقدر اقدر طيب فيه بسيارات في احنا نمشي ما نمشي بقى المطيه يعني ما توقع فوق الست وايد توقع اذا الجو مثل الجو هذا اما اذا الجو هادي إيه نعم اتوقع الست انكسر الستة اذا الجو هادي إيه نعم هادي ما فيه هواء كان هو التاثير صح الستة يا ابو نعم قرب يعني ست ولا ينكسر يعني قصدك الهواء بيكون هو العامل عامل يا سعيد التيارات الهوائيه يعني يعني 6 و8 6 و5 6 و4 يعني اليوم يعني متقاوي مطيه يعني هو صعب صعب يثّر يثّر عن طريق زين عندنا نص دقيقه خلينا بس نقرا التغريدات اللي هم حق المشاهدين يقول فهد المقاطي ابو محمد سلم عليكم وبيض الله وجيه الشيوخ وهالقطر على هذا الدعم ايضا بن غريم سلطان بن مسعود يشكر سمو الامير الوالد وسمو الامير الشيخ تميم امير البلاد المفدى الله يطول في عمرهم على دعمهم لرياضه الهجن والشكر لكم على هذا البرنامج حمد بن مرخان يقول الختام مسك مع عوايد والترشيح ينصب على عوايد بقوه لمبارك بن سهيل بالخادم بن بن حارب بالطري الخيلي وسالم بالكبيده من سالم بن صالح بن كبيده من المانيا يرشح نوف لمحمد بن راشد بن سعد وفاله الناموس ونقول يا ابو صالح الله يردك ان شاء الله بالسلامه آمين. الى ارض الوطن في اي بي 5000 يقول اخوي سعد ليت ترسل رساله ضايقين والله غير واضحه يقول يا ليت ترسل رساله للامن لانهم مضايقين الضيوف واهل القطر واهل الدار والعمال شاردين من كفلاهم وتحتهم سيارات ماخذين ما راحتهم يخففون غير واضحه رسالتك الله يطول عمرك ولا بقراها مشاركاتكم تجينا وانتم لكم حق علينا يعني كل التغريدات بنقراها اذا كان عندنا وقت لكن صيغه الرساله غير مفهومه بكره ان شاء الله بعث لي بصيغه تكون واضحه بالنسبه لي الصارم يقول ترشيحاتنا للشاهينيه لب الاسود العامري راعي جلمود يقول اعطونا علوم الداوديه من اللي منكم عنده علوم الداوديه؟ علومها طيبه بس طيبه, طيبة ان شاء حالة طيبة طيبة حالة طيبة ومشوغة حالة ومشوغة الله حالها طيبه ان شاء الله نعم مياس يقول اسلم عليكم ومطلوب قصيده ما عندي لي توديني قطر من سهيل بن غراب هذه اخي اخر مره <applause> وبناخذ عليها يلا هذه هي ابو شيء بن خريده اي هو يبيها منك آه نعم شو يقول بن خريده؟ خليل يقول هو بعندي اللي توديني قطر نعم اللي تشجعني على اكثر اليداث، لو تكلفها بشوط فيهير وعندها نقوه ابكار طيبات اللي عليها الردد الشامي وخر روسن كلها احمر ومزعفرات ما عليهم من مراكز والسهر والدروب اللي طواله مبعدات ابغي الاشواط اللي لي عقب العصر لا رب نعم. عليه في الختام ثابتات ثابتات شو طلع منه محال ولا انفر ولا صار من اسبوع مسجلات ولا صار من اسبوع مسجلات صح لسانك لسان الشاعر سيف بن خريده سيف اسمه سيف بن احمد بن, بن خريده على هذه القصيده الى هنا نكون قد وصلنا الى خط النهايه مشاهدينا الكرام لم يبقى لنا الا نشكركم ونعتذر من الاخوان اللي ما قرينا تغريداتهم يمكن في سباق المؤسس ما شاهدنا فقره من الفقرات الثابته معانا في برنامج الرئيس بحضور العمده بن حضيرم نشوف معاكم هذه الفقره ونختم عليها مشاهدينا الكرام في امان الله